اول ما سمعت بقى ست اللواء خلاص بخبر او تم اعلان داخليا يعني ان قرار الحرب صدر، اول حاجه حضرتك فكرت فيها ايه؟ وبرده يعني جدير بالذكر ان احنا بنتكلم على الفتره دي فتره الحرب، اولا اكيد زي ما كل الناس بتؤكد ان كان في فرق في التسليح بين جيشنا وبين جيش العدو، ناهيك بقى سيادتك عن الاشاعات اللي هم ملوها في العالم كله ان الجيش الاسرائيلي جيش لا يقهر وان خط برديف لوحده كفيل بان هو يعني يمنع اي عبور محتمل، واحنا بنتكلم على ان في اماكن معينه كانت الارتفاعات فيها ارتفاع الخط كان حوالي 22 متر، يعني بنتكلم في عماره 7 8 ادوار. يعني سيادتك طبعا ده منظر النقط القويه اللي هي موجوده في خط برديف، طبعا ما فيش حد صور، طبعا احنا شفنا الكلام ده على الطبيعه، بس يمكن مش عارف هتبقى واضحه قوي ولا مش قوي، بس يعني توضح الصوره. سامعينك يا سياده اللواء، اتفضل. فالنقط القويه دي سيادتك مبنيه على عمق 7 متر. الاول الاوض اللي معموله عباره عن اوض خرسانيه، وبعدين بعد كده كان في خط سكه الحديد اللي هو كان بيربط الانطره شرق بالعريش او بغزه، اخذوا الفلنكات بتاعه القطر وحطوها الاول على الخرسانه، ثم قضبان السكه الحديد قطعوها وحطوها فوق الفلنكات بارتفاع حوالي مترين، وبعد كده هو جاب سيادتك السلك حطوا فيه زلط مختلف يعني الاحجام بكميات طبعا كبيره برضه على نفس الارتفاع، وبعدين جابوا بعد كده رمل سيادتك غطوا بيه هذه الاسلاك، فبقت النقطه سيادتك لا يمكن ابدا اي حد يتصور كده، طب ازاي انت هتدخل فيها؟ صحيح. او ازاي انت هتعبر حاجه صحيح. زي كده بهذه الخطوه، علما بان حاطين خلف كل نقطه في مصاطب على اشياء بدبابات على اساس في اي تدخل تدخل مواقعها وتقدر ايه تدمر اي قوات تقدر تحد. الفاصل بين كل نقطه والثانيه في برضه سريه دبابات مدعمه بحيث اللي هي تمنع تماما اي اختراق بالنسبه لهذه القوات. نمره 3 كان حاطين برضه في الفواصل النبارمه. النبارمه ده على القناه مباشره. يعني تصور بقى النبارمه ده عباره عن انبوبه طبعا بتطلع يعني ماده النبارمه، يعني القناه لو طبعًا. اشتغل لا قدر الله هذا الكلام كانت القناه كلها هتبقى تشتعل. وحتى احسن خبراء في الاتحاد السوفيتي قال عشان مصر تعبر لازم بقنبله ذريه، لازم عشان تعبر واخد بالك هتخسر 50%. احنا بقى بدل القنبله الذريه بخراطيم ضغط الميه بالظبط اسقطنا هذا الجدار العازل. طبعا خراطيم الميه دي فتحت لنا الثغرات طبعا، وبعدين بعد كده المهندسين العسكريين عملوا مجهود كبير جدا طبعا، وبعدين نزلوا مع العربات اللي احنا جبناها بتاعه الكباري في الاول حاجه اسمها معديات، المعديه دي صغيره تركب فيها دبابه عبال لما كان يجهز مكان الكوبري، والدبابه بلانش دخلت وصلها وهكذا لغايه لما جهز الكوبري في حوالي 3 ساعات 4 ساعات بدا الكوبري بعد كده يشتغل وقدر القوات تقدر تعدي. الاراده بقى يا فندم طبعًا. وبعدين النهارده ما تتصورش يعني اللحظه انا كنت موجود على النقطه 48 اللي هي بتاعه العبور دي منظر الناس كل واحد ستك اول ما نزلت الزوارق اللي هي قدام فيها الافراد روح المعنويه واخبار عاوز يعدي الناحيه وده السابق ده وده السابق، وبعدين الحبال ستك تطلع ال 10 20 متر ستك فوق الرمل وتعدي الناحيه الثانيه وتاخد موقع لا وشايلين معدات ثقيله ومدافع وحاجه يعني حاجه فوق طاقه البشر يعني ال 110 او ال 11 ده 120 كيلو والراجل طالع بقوته لا 120 كيلو وماشي فيهم بسلام ده طالع على مطلع وارض غرز واخبار ستك وينزل لا هو كان هناك ستك الروح المعنويه بالنسبه للجيش وبالنسبه للقوات اللي بتحارب عاوزه نطهر هذه الارض. ما تتصورش النهارده كان بيجوا يا فندم ايام يوم السبت يجوا البنات والستات في حته في الانطره شرق في حته واخد بالك ستك كده ارض ضحله فيها ميه وينزلوا الستات والبنات ستك حاجه يعني منظر طبعا الجيش استفزاز استفزاز جدا واخد بالك ستك طبعا كان الناس عاوزه مش ننتقم لا عاوزين نرد الحق بتاعنا
اللي سلب مننا بدون ارادتنا. الرغبه العارمه دي كانت قاسم مشترك عند كل من هو عسكري ومدني كمان، لان الشعب كله كان متجيش انجاز التعبير. اكيد مش كده برضه؟ لا اكيد طبعا، يعني مصر كانت محتقنه، كانت ملتهبه. اكيد التعاون، انا اقول لسيادتك بس صوره بسيطه للالتحام بتاع الشعب الفلاحين اللي موجودين سيادتك في المنطقه بتاعت في المنطقه اللي كنا فيها، منطقه البلاح ومنطقه الانطاره غرب، كنا في الانطاره غرب. الفلاحين والفلاحات يوم ما دخلنا الحرب الساعه 3 4 كانوا خبزين لنا عيش وجايين يقدموه ستك الناس دي بالمشنه فلاحه لينا للقوات اللي هي دخلت حاجة. يعني تصور يعني مش همها حاجه واخد بالك، والضرب والانابل والطيارات والكلام ده كله، والناس داخله واخد بالك روح المعنويه لو حتى الناس اللي كانت بعيده عن الجبهه بقيت مواطنين الشعب المصري، طب حملات تبرع بالدم، سيدات مصر الفضليات لما كل ست تروح تتبرع بحتتين الصيغه اللي تملكهم. طبعا حاجة عظيمة. ما هي دي مصر طبعا، هي دي مصر وهي دي دايما. الروح الاستثنائية دي مش بتظهر عندنا يا سيادة اللواء غير في اوقات المحن. والله يا فندم هو المحن حقيقة بتبين معدن الرجال، وبالتالي سيادتك النهارده يعني لما تحط انسان في محنة لكن هو الشعب المصري في اي وقت قادر اللي هو بارادته وقدرته وايمانه بالله وايمانه بالدولة وبالسياسة ورئيسها اكيد 100% هيحقق كل الإنجازات اللي ربنا حققها.